اليوم باش نتكلموا على المرأة اللي ضيعت الباسبورات نتاعها، معناها مول ضيعتهم البركاج اللي صار في تونس، ومشى راجلها باش يطلع بطاقة التعريف. أنا كنت معناها مرافق الرجل هذايا باش يطلع بطاقة التعريف نتاعو في المركز نتاع المراسكة. هاي سيدي رجل تخم لقى كونتوار، لقى شرطي ورا الكونتوار، طلبوا كلموا قالوا السلام عليكم، وقالوا بربي تعطينا شي الوثائق باش نجيبهم باش نعمل كارت دونتيتي. هاي سيدي الشرطي هذا بدا يقول له يلزمك اكسترا دينيسونس، يلزمك تمري جي بائي، يلزم كذا وكذا. في الاخر الرجل هذا قال له راهو الاوراق تسرقوا، وانا ما عنديش راهو ما يثبت لي اسمي كذا وكذا، راني عندي دوبل ناسيوناليتي، هاو بطاقة التعريف نتاع الخرج. باش تكلم الرجل هذا قالوا كارت سيجو، قالوا لا راني عندي دوبل ناسيوناليتي وهذه بطاقة التعريف نتاع الخرج. ايه شنو لقى الراجل؟ الراجل لقى في بطاقة التعريف نتاع الخرج اسم الراجل هذا متبدل، زعما اسمه اخر، ما ندخلوش في التفاصيل، فهمت؟ قال لا ما نجمش نعمل لك. والراجل هذا بارك الله فيك وقت دخل تونس، يدخل تونس عنده دو باسبور مسجل في البوليس دو فرونتيير، مسجل في الديوانه، معناها وقت يدخل يعرفوه عنده لي دو باسبور، وعنده اسم واحد اخر في بلجيكا، وعنده مسماخ في تونس. طب الراجل الكل ضيع الورق نتاعو، الكل ما عادش عنده حتى شيء. بعدها هذا قالوا لا ما نعملكش. الراجل كان لطيف ومتربي، معناها تربيه حسنه. قالوا يا سيد ماذا بيا نقابل رئيس المركز. تلفت هذا الشرطي هذا ورا الكونتوار، قالوا ما عجبتكش يا اخي انا؟ شو الكلام هذا؟ انا حاضر عليها الديسكسيون، شو الكلام؟ شو ما عجبتكش؟ قالوا رجل سامحني ما طيحش القدر، احنا في 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 حومه قبي قبي، شو الكلام هذا؟ يحترمني من فضلك. طلعت الحكايه فوق شويه، معناها شويه بالعياط، واحد وتو نوقف وتو نعمل. خرج رئيس المركز، رئيس المركز انسان متواضع متربي طفل صغير، صحيح ما عندي ما نقول فيه. استقبلني في البيرو نتاعو، قعدت حد ثانويه فهمت، قلت له الشيء هذا ما يصيرش، احنا عايشين في الخارج، تمشي للمركز تاع الشرطه ما تفهمش معانا الارشادات، تدخل نحب نقابل الكابيتان تاعي، ينجم يقابلك وقتها الكابيتان نتاع البوليسيه في وقتها، ولا يقول لك الجماعه جاي تفضل، ولا غدوه، ولا استنى واحد، معناها ثم تربيه ثم اخلاق، فهمت؟ لهنا معامله مع موتي انا في الخارج، معناها مشكله كبيره ياسر، كبيره ياسر، كبيره ياسر، فهمت؟ هيا السيد هذا يدخل، استقبلوا رئيس المركز ما عندنا ما نقول فيه، فهمت؟ قاعد يشرح له في المشكله. قالوا السيد هذا راني انا طلعت بطاقه التعريف نتاعي عندكم انتوما، وبال الكارت دونتيتي هذه البلجيكيه اللي اسمي كذا وكذا. قالوا هي هذاك في عهد قبل، العهد هذا توا، قال العهد هذا توا، معناها انت بطاقه التعريف البلجيكيه ما فيهاش مواصفات الخدمه بتاعك. هما في بلجيكا علاش ما يحطوش المواصفات؟ ما يحطوش مواصفات خاطر يخافوا البوليس شرطي يوقف انسان سواء بلجيكي معناها سواء حتى تونسي في الخارج، يشوفوا واش يخدم يحكم عليه على حساب الخدمه بتاعه، فهمت؟ في بلجيكا ثم ديمقراطيه، وقت باش توقف انسان باش توقفوا باش تخطيه على مخالفه ولا يدير الشرشيه ولا حاجه، مش باش توقفوا وتخسر له شي يخدم، كان يخدم مدير ما تعاقبوش، كان يخدم كذا وكذا. معناها الناس باقي متخلفين. هاي جات هذه اللي بركات بنتي لمري، الحقيقه زاد نشكرها، فهمت؟ انا قاعد هذيك متابع في الانسان هذايا، نشكرها المراه هذيا كانت متواضعه، فهمت شو لا؟ والقانون معناها ما نجمش تطبقه، وقالت للسيد هذايا عمر الدوسي نتاعك، جيب البطاقه نتاعك هذه نتاع بلجيكيه، وجيب ضمان، وجيب تمري فيسكال، وجيب
وصل تاع 25 دينار فهمت شو علاه الانسان هذا تعب تعب بالباسبورات مسروق كاين الدنيا مسروقه هو عنده نص انتباهش تعب هاي مشى جابه قالت له توا انا ما نجم نعملك حتى شي شنو نحطك في الخدمه الراجل هذا ايش قال له قال يا خويا اعطيني انا مواطن تونسي عندي حق في بطاقة التعريف ولا لا؟ اعطيني يا خويا مش لازم تحطني في الخارج حط لي انا في تونس هاي قال يا خويا حط لي زباك قلت له مش المحرك قلت له الراجل قام يضحك قال مازال عندنا محركين في تونس في الحمامات محرك الشرطه ما تقومش الباش نتاعها محرك قال احنا في الخارج الشرطي معناها لا بوليس دو كارتيي لو بوليسي دو كارتيي معناها اي فيا على ميزون كونستاتي لو دوميسيل معناها واحد قلت له كاو المحرك وجيب لي ورقه اللي الملكه نتاعك تسكن شي الورقه قلت له واحده فاكتوره بتاع ضوء ولا فاكتوره بتاع ماء تو هي خطيها نفس الناح انا مراه الاخ معناها هذا القانون نتاع تونس الراجل قال محرك وما محرك يا سيدي يا سيدي قلت له مش نعملك حتى شيء اما كلمت عليك باش تمشي للمركز الكبير في نابل هاي السيد هذا قال والله خلينا المركز الكبير في نابل وصلت عليه انا في زرته قلت خلينا نمشي نلعب في البحث في الحكايه هذوك جو سوي بلوغور نعرف الحكايه هذه نعرف نعرف شنو اللي صاير في تونس هيا دخل السيد هذايا للمركز تقابلوا في اللوطه بالاحترام سي فري طلع الفوق نتاع موطن في الخارج اللي لاهين معناها بالكاردون دي تي قال لهم فوالا راني تونسي راهو المراه نتاعي سرقوا لها الذهب نتاعها وسرقوا لها معناها براكاش في تونس راهو سرقوا لها كذا وكذا سرقوا لها كذا وكذا وهاي ولاد قالوا نحب الكاردون دي تي تونسي عندي حق ولا ما عنديش حق؟ قالوا دوي انت طول انا اسمك كذا وكذا وانا اسمك كذا وكذا قالوا يا ولدي اسمع ادخل في الكمبيوتر وشوف البوليسيه نتاع الفرونتيير عندنا تسجيل وعندنا ما يثبت الانسان هذايا ديكلاريه في تونس اللي عنده زوز اسامي وعنده دو باسبور فهم ومعناها ومريقل حتى في الديوانه وقت يخرج معناها في البابور ولا حاجه مريقل ما تمش مشاكل فهمت قالوا يا سيدي يضربوا على لا 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 الكمبيوتر وشوفوا شنو الحكايه هذه قالوا باهي اعطيني بطاقه نمر التعريف بطاقه التعريف قالوا السيد اللي بعدها قالوا ودي الوراق تنقد انا بطاقه التعريف ما نعرفهاش شنو النمر نتاعها قالوا باش نطلع مال انا قالوا يا خويا تعرف باش نطلع قالوا ريت التوصيل هذايا الوصل اللي فيه 25 دينار هذايا بيناليتي قالوا شوف كيفاش القباضه تعرف بطاقه التعريف نمر بطاقه التعريف نتاع السيد هذايا وانتم ما تعرفوهش القباضه طلعته بالكمبيوتر تاع متاك ضربت الاسم نتاع السيد هذايا طلعت له بطاقه التعريف معناها يقول لك اللي في تونس ما يحبش يخدم يا سيدي سكر عليه الدنيا كلها اش قالوا مشي بوشوشه باش طلعوا لك بطاقه التعريف السيد قالوا بيبون قلت واحد بيع واحد من هنا في المراجقة بيك بونج اهبط للنابل بيك بونج في تونس بيك بونج قالوا شو شعمل ما عنديش حق انا مواطن تونسي عندي بطاقة التعريف التونسية قالوا يا اخويا حطوا لي عامل يوم قالوا ايه امشي للمحرك شو محرك هذا المحرك الرجل عنده درق هذا سنين سيد هذايا في الخارج ما يعرفش محرك ايه خرج صغير انت يحكي لي صديق هو اللي يعرف فهمت شو المحرك انا نعرف كنت كان صغير المحرك معناها صباب يصب نتاع شكون شي عندي الجيش شكون سارق شكون غاديكا مازلنا في الوضع هذايا معناها كيما الوضع نتاع مطبيله في رمضان معناها متاخرين لتاني ياسر متاخرين السيد هذايا يتنرفز فهمت شو لا وطلع بالصوت نتاعو شويه وقال له ما خرجنا هنا لما ناخذ انا الاوراق نتاعي من القوة بتاع الغل الرجل هذاك هبط دمعتين يا أخي كي هبط دمعتين السيد سخف عليه قال له باهي هاتوا نعمل لك ملا